صائف من وش الصبح وراحت تركض لعند مهند. جميلة لك على مهلك شوي، هدول مو زينب، هدول صحون، هدول صحون. رح تعمل كل شي بيطلع بإيدها بس منشان تطلع مع مهند مثل ما عم قلك. آخ، هلأ مشكلتنا الوحيدة بالحياة صارت الست زينب، يعني زينب وبس. صدقيني هي عم تساوي كل هالشي مع مهند بس مشان تضايقني وتطالع لي جناني. ايه عم تنجح، بدي جن وبدي جن وبدي جن وبدي هيك وبدي هيك. ايه جننتك، خليتيها تجننك. انا لازم روح، عندي كم شغلة قبل المحل. انت باقية بالبيت؟ رح تمشي؟ انا ما عندي شي، بمر عليكي. ماشي يا قلبي. لا بقى تفكري بالموضوع، خليها هي تجن. مؤيد صباح الخير. عندي فكرة كتير حلوة ورح تعجبك، ما بعرف ليش ما اجت ببالي من قبل. حبيبتي لحظة شوي، شو هالنشاط من وش الصباح؟ اليوم فقت مروقة لأني شفت منام كتير حلو. شو هو؟ كان في جنبي أولاد عم يلعبوا والكل عم ينادوني ماما، تخيل مؤيد. بعدين حملت واحد بإيدي وكان صغير وكتير مهضوم، بدي أطلب منك طلب. شو رأيك نتبنى طفل من دار الأيتام؟ شو حبيبي مو فكرة حلوة؟ حبيبتي كل يوم بتطلعينا بفكرة جديدة مفاجأة غريبة، طولي بالك شوي. لا تقول لا حبيبي، الله يخليك وافق. لا بدي اقول حبيبي، انت بتعرف اني هلأ ما بقى فيني جيب ولاد، والدكتور هو اللي ما عم يسمح لي. حبيبي الله يخليك، خلينا نتبنى ولد. يلا مؤيد. حياتي مو انتي وضعك ما بيسمح لك انك تتحملي مسؤولية؟ لا انتي ولا انا كمان. ايه ولهيك بس انا هلا ما هات مريضة. ماشي بس بلاها هلا بانا رجاء. ليكي بعدين ممكن، بس هلا بكير كتير. حبيبتي لا تزعلي مني. ايه يا حلو خلاص يلا. قلت بدك تروح على الأنقر الصبح وترجع المساء، ليش عم تحضر الشنطه؟ بكره في عندنا اجتماعات ولقاءات كثير بالوزاره ويمكن تمد لبعد بكره. نسيان انه عيد الحب اليوم؟ شو؟ يا الله مزبوط، اليوم عيد الحب، كيف نسيته انا؟ يعني اليوم بدي اقضيه كله بدونك؟ بتعرفي انه الاجتماع اليوم كثير مهم، ما قدرت اني اجله، بس بوعدك اني رح اعوض لك اياها. حلو؟ هابي فالنتاين يا روحي. الله شو هالحظ، ليش ما فيقتني بس رن المنبه؟ انا تاخرت كثير على شغلي، هلا بيعصبوا بيقلعوني. ايه وليش مرعوبة يقلعوكي؟ يعني بيكون احسن. انت شو فارقة معك؟ قديش عم يعطوكي بهذا الشغل؟ انا بعطيكي يلي عم تقبضي. انتبه لحالك، انت عم تغلط نفس الغلط وعم تجرحني من جديد. انا بعرف منيح انه القعدة طول النهار ورا الماكينة بهداك المشغل مو سهلة عليكي بنوب. أنا أخذت قرار وما رح أتراجع، أنا رح أشتغل وأكسب مصاري بتعبي وما رح أعتمد على حدا، على الأقل رح أثبت هالشي لنفسي. ارفع السحاب، لا تخليني أعيد الكلمة مرتين. أنت أماني عنا هون، لا تبلينا فيك. ها هذا سامي بيك عم يتصل مشان يقعد يوصينا فيك. الو الو صباح الخير.
أنا شرف. اتصلت بعمو سامي وهاتفه مسكر. أنت شو بدك من بابا؟ قلي لسه ما خلصنا منك؟ ميرزا تشلتيك توفى وهو يلي اعترف انه قتل فرحات، وعلى الاغلب انه رح يتذكر الملف، فقلت لازم خبركم.